السلام عليكم. مجددا نحاول أنني نكمل معكم هذا لوكوب دابا كيتعلق بالموديل ديال كولتور دونتربرونيا. سي تا موديل اللي كنتعرفوا فيه على شنو هي لونتربريز، اوكي، لونتوراج ديالها والاهداف ديالها وشنو هما الانواع ديال لي زونتربريز كاينين عندنا وشنو هما القدرات والمهارات اللي خاصها تكون عندنا باش نديرو لونتربريز ديالنا، يعني المقاولة الخاصة بينا. كنت درت مع 12 بديت واحد اللايف ديال تيست، درنا بيه ان تيست باش نشوف واش الصوت مسموع ولا لا. كنظن راه مزيان. قلنا هاد الفيشي بي دي اف سي تان فيشي اللي فيه خلاصة، فيه خمسة ديال لي باج هما هادو. سي بون، غنحاولو اننا نشرحوهم، اليوم. نبداو ان شاء الله لكو لونتربريز. اشنو يعني الشركة؟ لونتربريز سي ان انسومبل دو مويان بيرسونيل اي كابيتال ريوني اي اورغانيزي destiné à produire des biens et ou des services qui seront vendus pour réaliser des bénéfices. المقاولة هي مجموعة من الوسائل البشرية والمالية. البشرية يعني الموظفين والعاملين، والمالية المقصود بها الفلوس وأي حاجة كتسوى الفلوس، بحال البيروات، البيسيات، الماتريال باش حنايا خدامين، المواكن، الأجهزة، التليفونات. هاد الوسائل البشرية والمالية كتكون مجتمعة ريوني أورغانيزي منظمة بهدف إنتاج أش إنتاج منتوجات مستعملة، بحال مثلا وزين الحليب ينتج الحليب ومشتقاته، وزين كيصاوب التلافز أو لا يقدم خدمات، يعني أي سيرفيس أو لا أو سيرفيس، يعني يعطي منتوجات مع الخدمات أو لا منتوجات وحدهم أو لا خدمات وحدهم. مثلا شركات ديال الاتصالات كيبيعوا لك منتوجات ديالهم، بورطابلات، وكيبيعوا لك موديم، وكيبيعوا لك الماري ديال لو تيليفون لي بيس، وكيقدموا لك خدمات. وكاين شركات كيديروا غير الخدمات بوحدهم. سي بون، مثلا بحال جيميا ستين سورس يتي تقدم الخدمات، واخا هي كتصيفط لك منتوج ولكن المنتوج ماشي هي اللي دايره ليه الانتاج، هذاك منتوج ديال شركات اخرى هي كتعتبر وسيط، حنا كنقولوا سمسار بينك وبين الشركه المصنعه. اذا جميع يقدم سيرفيس صلاح هاد المنتوجات او الخدمات هي كيتخلص عليها هذيك الشركه، كي سوغون فوندي كتبيع لك ديك الخدمه او كتبيع لك هذاك المنتوج او كلاهما معا من اجل الربح. بور دي بينيفيك، حنا ما كنديروش المقاولات من اجل الخير، اللي بغى يدير الخير كيدير لي زاسوسياسيون ولا شي حاجه بحال هكا، جمعيات. اكزامبل شنو هما لي زونتربريز؟ مقاولات. انسان فيرما مقاولة، بيسري مقاولة، وزين مقاولة، شركة تجارية مقاولة، شي حاجة اللي هي منتجة ولكن ليست بالمقاولة، يعني ما عندهاش ربح.
بحال مثلا مدرسة عمومية بطبيعة الحال ليست بالمقاولة، سبيطار ماشي مقاولة، نادي ماشي مقاولة، إدارة عمومية ليست بمقاولة. يعني ما كيطبقش شنو هاد التعريف اللي كاين هنايا. ممكن الإيكول والسبيطار والنوادي والإدارات فيهم وسائل بشرية ومادية ويقدم منتوجات وخدمات، ولكن ليس بهدف الربح. تمام، هادو الفيرما والبيسري واللوزين وكذا، اوكي، ان اتولي دو ريباراسيون ولا اتولي ديال التور، هادو كيقدموا لي الخدمات. تمام، هنا غادي نشوفوا الانواع ديال لا برودكسيون. قلنا الشركة او المقاولة، ياك، une entreprise peut produire soit des biens, soit des services, soit les deux à la fois. يعني تقدر المقاولة تقدم لك منتوجات مستعملة قابلة للاستعمال أو الخدمات أو هما معا. هادشي قلنا حنايا. شنو هو منتوج مستعمل؟ c'est un produit ou objet réalisé. يعني تصنع بحال شركة كتصوب كيفاش، يعني كتاخذ المواد الاوليه وكتصوب بها شي حاجه. بار اكزومبل سو سون دي بيان دو كونسوماسيون، يعني منتوجات مستهلكه، كوم دي برودوي اليمونتير، يعني من منتوجات غذائيه، بابيي، كاربيرون، وقود، او دي برودوي ديكيبمون، يعني شي حاجه اللي كنستعملوها في ليكيبمون. اوكي، ليكيبمون بحال لي فواتور، يعني لي فواتور هما السيارات، بحال التلالج، بحال لي ماشين. اوكي، او لا تقدم خدمة، ان سيرفيس. ان سيرفيس الخدمة اي لو ريزولتا، هو النتيجة ديال واحد النشاط معين الذي يترجم عن طريق واحد الاجهزة معينة اللي عندهم واحد القيمة اقتصادية. هذا هو الخدمات. مثلا كتصل سولتي على شي حاجة، كتصل باش دير استشارة. اوكي، استشارة اللي كتعود عليك انت بالنفع وهذا، وبحال هاد الخدمات، ياك. او لا بغيتي تشري ان برودوي، بحال دابا جيميا كتدخل ليها جميع، لا تصنع شيئا وانما تقدم خدمه ديالاش، كتعطيك المعلومات على هذوك المنتوجات، وهي كتكلف انها كتقبل لك المنتوج من عند مواليك وكتصيفطو لك حتى للدار. اوكي، هاد المنتوجات او الخدمات هما كيستجيبوا لواحد الحاجه سميتها لي بوزوا، يعني الاحتياج. ممكن لك انت تطلب واحد المنتوج او لا تطلب واحد الخدمه الا ما عندكش الاحتياج ليها، شيء طبيعي جدا. اوكي، هاد الخدمات او هذا بالنسبه للشركه هما سيتام نوفر، يعني واحد الحاجه هما كيقدموها. اوكي، العرض، يعني شي حاجه معروضه، يعني يعرضون علينا الخدمات او منتوجات. هذه الخدمات او المنتوجات هي التي تستجيب للطلب، لحقاش عندي العرض والطلب، وانت ما يمكنلكش تطلب شي حاجه الا ما عندكش لو بوزوان ديالها، الاحتياج. هذا هو الفكره. سي بون. قال لي واحد سولني، قال لي واش هذا الدرس ديال السنه الاولى؟ لا، هذا درس ديال السنة الثانية. هذا درس ديال السنة الثانية، لي دوزيام اني، يعني جميع الشعب، لي دوزيام اني جميع الشعب ممكن لهم يتبعوا هذا الدرس. بالنسبة للسنة الأولى إلا بغاو يتبعوه معنا ماشي مشكل، ولكن راه غير كيبقى لهم ثقافة عامة في هاد العام الأول، ولكن في لا دوزيام اني راه تابعهم هادشي. سي بون، هذا غير بغيت نجاوب واحد الصغير غير سولني في كومونتير. قلنا هاد
les entreprises, exemple, des entreprises les petites tout jettes, ok, un maraîcher, le boulangerie, magasin, le pain, رونو مثلا راه عارفينها مقاولة اللي كتبيع لك السيارات. بالنسبة للسيرفيس، كارفور، مرجان، أسواق السلام ولا شي حاجة بحال هكذا، كيقدموا لك خدمة، هما كيعطوك ان برودوي كتقدم عندهم منتوجات، ولكن ماشي هما اللي مصاوبينها، فهمتي؟ هما جايبين من عندهم مواليها وانت كيبيعوها لك، يعني كيديروا لك الخدمة ديال البيع. كوافور ما كيبيعش منتوج، ولكن كيدير لك الحلاقة، يعني كوب دي شوفو. المخبزة اللي قلنا هنايا تنتج الخبز، وفي نفس الوقت تقدم لك خدمة البيع، يعني كدير هي دو شوز، يعني كدير لك ان بيان وكتقدم لك ان سيرفيس. رومو كتبيع لك السيارة وكدير لك وكتبيع لك، يعني كتقدم جوج الخدمات، وكدير لك لا ريباراسيون، كدير لك الاستشارة، هادشي كلشي الخدمات، يعني كديرهم بجوج. البنكة، البنكة ما كتعطيكش منتوج، البنكة كتعطيك الفلوس، وهذوك الفلوس بعدا كيدخل لك الكونت، يعني ما كتعطيكش شي حاجة في يديك. منتوج ليس منتوجا، دارت لي هي ده هو الانتاج. فمرش هنا غنحاولوا انه نكلاسيو لي زونتربريز، سي بون، ونعاود نقول انه هاد لو كور هذا راه خاص بلي دوزيام اني، راه مهم ليهم، اوكي، باش ان شاء الله تعالى الا بغى شي واحد يدير المقاولة ديالو عنده امكانية. ومازال كاين من بعد فاش غادي نكمل الشرح ديال هاد لو كور هذا، خاصنا غادي ندير لكم واحد بتيت فورماسيون ديال واحد البروغرام، اوكي، راه لونسا صاحب الجلالة، سميتو انطلاقة. هذا البروغرام كيسمح لكم انه تاخدو قروض وتاخدو دي فورماسيون فابور كديرهم لكم يعني الدولة بطبيعة الحال، وحاطه لكم اساتذة اللي غيقوموا بالفورماسيون ديالكم في هذا الاتجاه ديال انه ديروا المقاولات ديالكم وتخدموا راسكم بيديكم وتخدموا معكم عباد الله. بالنسبة لا كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، يعني كيفاش شنو هما الانواع باش كنكلاسيو لي زونتربريز. اول حاجة لونتربريز، ياك لونتربريز هي كنفرقوا بين لي زونتربريز عن طريق لو نو. لو نو الى عقلتو مزيان في الليفري ديال السطاج غتلقاو انه بلاصه لو نو ديال لونتربريز دايرين غيزون سوسيال. غيزون سوسيال هي لو نو نيت نفس، سي بون، بار سون ادريس، لادريس ديال هذيك المقاوله، العنوان ديالها، والعنوان ديالها كنسميو قانونيا لو سيج سوسيال. ما كنستعملوش حنايا هاد المصطلحات ديال لو نو و لادريس. بالنسبه ليك انت كشخص كمواطن كنقول لك لو نو و لادريس ديالك، بالنسبه للشركه كنقولوا ليها ريزون سوسيال ديالها هو لو نو، وكنقولوا لو سياج سوسيال ديالها، يعني المقر ديالها هي فين جا. سي بون. هادو جوج ديال الحوايج باش كنكلاسيو لي زونتربريز. وغنمشيو دابا لحاجه اخرى، اشنا هي؟ وهو سيكتور داكتيفيتي. إليا بلوزيغ كريتير اللي كناخدوهم بالحسبان باش نحددو اش من نوع ديال الشركه اللي كاينه عندي. سي بون. كاين واحد الباحث سميتو كولين كلارك، هذا هو اللي تبارك الله يعني دار البحث ديالو هذا، وحاول انه
انه يفرق لي بين لي زونتربريز حسب السيكتور داكتيفيتي، يعني القطاع ديال النشاط او المجال ديال النشاط ديالها. سي بون، كنقولو عندي 4 سيكتور، 4 ديال القطاعات. اوكي، اقتصادية بطبيعة الحال. هادوك القطاعات شنو هما؟ عندي سيكتور بريمير، ياك هاد السيكتور بريمير كيجمع ليا لي زونتربريز لي كيديرو لا برودكسيون، الانتاج ديال المواد الاولية، يعني شركة تنتج الخشب ما كتصوب به حتى حاجة، هي غير كتمشي للغابة كتقطع ليك الشجر كتقاد ليك البودرات ديال الخشب وكتبيع هكا، بحال دابا الشركات اللي كيجيبوا الخشب، ياك بودرة الخشب مقادين مربعين مستطيلين طوال كتجيبهم من عند النجار، ما كتزيد عليهم حتى حاجة. هادي هادوك الشركات داخلين في هاد السيكتور، كنسميه سيكتور بريمير، يعني القطاع الأولي. تمام، أو للشركات التي تنتج النفط، يعني شركة عندها بئر او لا آبار كدير استخراج النفط من باطن الارض كتبيعو كيف ما هو، او لشركات ديال الفوسفات بحال اللي عندنا في المغرب، كاينين الشركات اللي كيديروا انتاج الفوسفات، يعني غير كيهزوه من باطن الارض او من فوق الارض وكيبيعوه كيف ما هو، يعني ما كيديروش عليه شي صناعة ولا هذا. أولا الشركات اللي كتبيع المعادن، بحال حنا المناجم، المعدن كيف ما كيجبدوه ياك كينقيو داك الشيء وكيبيعوه بالكيلوات، هادشي اللي كاين. أولا شركات ديال الخضار، يعني فيرما، أولا شركات ديال تربية المواشي. سي بون، وكاين عندي القطاع الثاني سكوندير. اوكي، سكوندير يعني القطاع الثاني هو لي زونتربريز اللي كيعطيوني داكشي اللي هو صناعي، او اللي يحولون ديك المادة الأولية، هذيك المادة الأولية. وعليكم السلام، سي موجود. هاد الشركات اللي قلنا في السيكتور بريمير هما اللي كيزودوا السيكتور السكوندير بالمواد الأولية، وهاد السيكتور السكوندير هو الذي يصنعها. يعني كتكون عندي شركة هنايا في السيكتور بريمير هي التي تستخرج المعادن وسميتو كذا، وتقعد داك الحديد كتعطي الحديد والفولاد وداك الشيء لهاد الشركات هادو هنا، هما اللي كيعاودو يصاوبو ليا الطوموبيلات ويصيبو ليا توسكي الكتروميناج، يعني داك الشيء ديال التلافاز والتلالاج وفران ديال الدوم ولينكس، البيسيات وما جاورها ولي زامبريمونت فوتوكوبي السوريات يا وغادية. سي بون، عاد كاين السيكتور تيرسيير، هو السيكتور اللي عنده العلاقة بتوسكي ايكونومي اي جيستيون. مثلا حنايا عندنا في التكوين المهني كنقولو السيكتور تيرسيير هو السيكتور اللي فيه اصحاب السيكريتاريا والكونتابيليتي والجيستيون دونتربريز والتكنيك دو فونت الى ما جاورها. سي بون، هادو السيكتور تيرسيير هو الشركات اللي كيقدموا خدمات بيور بحال لي زاسيرونس، البنكات، لي زوبي، لي زوبيراتور. هي دابا غادي سي بون. وعاد عندي القطاع سميتو القطاع الرابع، هو القطاع كاترنير، هو القطاع اللي هو خاص بهداك الشيء ديال الطائرات والصواريخ، يعني هذا القطاع اللي هو محدود بطبيعة الحال، فيه لا هوت تكنولوجي على بين هذا سباسيال، كاع داك الشيء ديال الصناعات الفضائية أو تكنولوجيا الفضاء، ياك داك الشيء ديال الأقمار الصناعية وداك الشيء ديال الطائرات وما جاورها. سيبون، هنا عندنا
les activités auxquelles l'élevage, le secteur primaire, banque, le tertiaire, transport, le tertiaire, commerce, tertiaire, pêcherie, صيد. يعني بحال تربية المشاكل، يعني كنصيدو الحوت من يعني بحال كنقول مادة أولية غيكون داخلية في البريمير. أوكي، ميكانيك، إندستري إي ريباراسيون، يعني السيرفيس هنايا، ولكن الإندستري هنايا، ميكانيك الصناعة داخلة هنايا، ولكن ميكانيك ريباراسيون يعني كنقدمو الخدمات داخلة ليا هنايا. تكستيل، تكستيل يعني نصنع، هي داخله هنا لي زاسيونس داخله هنايا. شيمي، نصنع محاليل ونصنع الادويه، هي داخله هنايا. اوكي، سيلفيكولتور حتى هي داخله هنايا، داكشي ديال لي زونتروتيان ديال لي زارب. ميتالورجي، ميتالورجي هو الصناعه اللي مبنيه على المعادن داخله ليا هنايا. سي بون، هادو امثله على المجالات، وكل مجال فين كاين. يعني قلنا عندنا سيكتور بريمير والسكوندير والتيرسيير والكاترنير اللي في داكشي ديال الفضاء، وهذا يعني ديال الفضاء حنا اللي حليناه، اللي هما اللي هو في يعني في دينا، هما هاد لي تخوا سيكتور. دابا الشركات تنقسم الى انواع للتذكير، قلنا حسب لا ريزون سوسيال ديالها اولا، ثانيا حسب لو سياج سوسيال ديالها، وثالثا حسب لو سيكتور داكتيفيتي، القطاع الذي تنشط فيه هذه الشركه. سي بون. رابع حاجه لا طاي، يعني باش كن حنايا كنديروا كنفرقوا بين الشركات، قلنا ريزون سوسيال، سياج سوسيال، سيكتور داكتيفيتي، اما بريمير لو سكوندير ولا تيرسيير. رابعا لا طاي، كيفاش كنقولوا حنايا لا طاي ديال الشركه؟ كنقولوا شركه ارتيزانال يعني تقليديه، هي اللي فيها اقل من 10 ديال الموظفين، يعني من هذاك المدير لتحت ولا من الباترون لتحت، ليه هو بدا واحد، بحال مثلا كراج معلم واحد وهادوك اللي معاه. إذا كانوا من 10 لتحت، يعني ماشي من 10 لتحت، من 9 ديال الناس، يعني أقل من 10، من 9 ديال الناس لتحت، كنسميوها مقاولة تقليدية. إذا فيها العدد الموظفين أو العمال بادي بين 10، من 10 حتى 49، كنقولوا شركات صغرى، بتيت انتربريز. ولكن العدد محصور بين 50 و 499، كنقولوا شركات متوسطة، مويان انتربريز. ياك، ولكن عندنا اكثر من 500، يعني من 500 عامل فوق، اوكي، كنقولوا غروند انتربريز. في هاد الارتيزانال كنقدر نقولو تا واحد المصدر اخر، كنقولو توت بوتيت انتربريز. هنا بوتيت كاين غروند كبيرة، موين متوسطة، بوتيت صغيرة، توت بوتيت انتربريز هي صغيرة جدا. هادو هما الانواع ديال الشركات حسب الحجم. اوكي، وحنا كنلقاو انه الشركات اللي هي صغيره جدا، يعني ارتيزانا او لا توت بوتيت اونتربريز، النسبه ديالهم في الاقتصاد ديال الدوله كيكون هو هذا، يعني كبير بزاف، 92%. هذيك اللي هي بوتيت صغيره تقريبا 6%، هذيك اللي هي شركات متوسطه تقريبا 1%، بطبيعة الحال الشركات اللي هي كبرى فيها أكثر من 500 عامل. ياك، وكنقول لكم كنبداو الحساب ديال العمال من مدير واحد، مدير سيكريتار ديالو، وهادي وهادي حتى الشوف ديال الباب. إذا كان العدد كيفوت 500، سيتي اون كروند اونتربريز. سي بون، هادي الحاجة
حاجة. منا رابعا، رابعا لطاي. خامسا، خامسا يعني نفرق بين الشركات حسب رأس المال ديالهم، واش عمومي رأس مال عمومي يعني كابيتال بيبليك، أو رأس مال خاص هو كابيتال بريفي. أوكي، هنا قال لك لي فون ا لون تيرم انفيستي دون لونتربريز بار لي ديريجون او لي اكسيونير. لي ديريجون هما الذين يسيرون الشركة، لي اكسيونير هما هادوك اللي كيديروا لي اكسيون ايكونوميك، يعني هما اللي كيحركوا الفلوس. سي بون. إذا كانت هذه الشركة، إذا كانت الدولة بوسيد تو او او موان 50% من الكابيتال ديال لونتربريز، كنقولوا الكابيتال ديال هذيك لونتربريز سي ان كابيتال بيبليك. إذا كانت الدولة تمتلك 50% من رأس المال ديال الشركة، أو على الأقل النص، يعني من النص الفوق، يعني أي مؤسسة للدولة تمتلك 50% من رأس المال ديالها أو أكثر تعتبر مؤسسة عمومية. سي بون، يعني هذاك رأس المال ديالها، عفوا رأس المال ديالها يعتبر رأس مال عمومي. ولكن رأس المال ديالها ياك ديال أشخاص، ماشي ديال الدولة، راه كنقولو هذاك رأس المال ديالها راه خاص. سي بون. عاد كاين جوريديك، جوريديك لو ستاتي جوريديك اللي بغي نقولو يعني الصفة القانونية ديال هذيك الشركة، الصفة القانونية مثلا. سي بون. الصفة القانونية ديالها مرتبطة بزاف ديال المسائل، يعني رأس المال، عدد الشركاء، الريجيم فيسكال. الريجيم فيسكال هو الطريقة ديال الضرائب ديالها، يعني كيفاش كتخلص الضرائب ديالها، الإيجابيات السلبيات ديال كل ستاتي، كل نوع من الشركات فيه الإيجابيات والسلبيات. حنا دابا كنفرقوا الشركات بين هذا، هما النوع اللي عندنا في لو ستاتي جوريديك، يعني لي زونتربريز انديفيديوال، الشركات يعني الخاصة فردية، لي سوسيتي او اي ار ال، لي سوسيتي صار الا بديت البال هذيك اللي نشوفوها حنايا بزاف، لي سوسيتي اس ا، ولي سوسيتي ساس. كل وحدة في هاد لو ستاتيو ديالها، هادي هي بحال كنقول الخاصيات او المميزات. مثلا لي سوسيتي اللي هما صار يبدا الكابيتال ديالهم من 1 اورو بار اكزومبل، عدد الشركاء من 2 حتى 50 ماكسيموم. كت بالنسبه للضرائب ديالها، الضرائب حول الشركات وعلى الربح لو ريفوني ياك. لي زافونتاج ديال هاد الصارل، بزاف الناس كيديروا صارل، هو انها تقدر تحول الاس ا، يعني الاس ا فيها كابيتال كبير، فيها العدد ديال الشركاء اقل عدد هو 7، كتخلص الضرائب غير على يعني هادي، تقدر تنقز لهاد النوع هذا. اوكي، الديفو اللي كاين في هاد صارل انها ما يمكن ليهاش انها تدخل الفلوس ديال شي حاجه ديال ليكستيريور، يعني لو كابيتال ديالها ان ادابتي اون كا دو ديفلوبمون او دو فيرتور دي كابيتال ا دي انفستيسور اكستيريور، مستثمرين خارجيين ما يمكن ليهمش انهم يدخلوا في هاد الشركات اللي هما صار. سي بون، غنحاول انني نحبس هنايا على اساس الحصة.
البرمجيه ديال الكولتور دونتربرونيا غادي نشوفوا هاد القضيه ديال الستركتور ديال لي زونتربريز، وغنحاول هاد البي دي اف غادي تلقاوه كاين في الكومونتير ديال هاد اللايف هذا. شكرا. السلام عليكم، نتمنى تكونوا في الأحسن الصحة والعافية. غادي نكملو إن شاء الله اليوم الدرس ديال كولتور دونتربرونيا، انتبهوا معايا. ألوغ في الحصة الماضية شفنا هو التعريف ديال اون انتربريز، اوكي، شفنا انه عندنا ثلاثة انواع ديال لي زونتربريز. عندنا واحد النوع كنسموه انتربريز اللي هي ديال ليبيا، يعني كتبيع منتوجات فقط، تنتج منتوجات فقط، و دي زونتربريز دو سيرفيس تقدم الخدمات بحال خدمة البيع. و النوع التالت هو الميكس، ميكس يعني تنتج مثلا وتقدم الخدمات، كتنتج وكتبيع، يعتبر خدمة ان سيرفيس. وشفنا كومون اون كلاس لي زونتربريز، قلنا سويفون لو نو هو لا ريزون سوسيال دو لونتربريز، وقلنا با سون ادريس، وقلنا كنقولو ليها سياج سوسيال، قلنا بار سيكتور داكتيفيتي، قلنا trois secteurs les humains يعني في الدين. le quatrième il est هو le secteur de العلاقة بتشكيل spatial à l'aéronautique etc. c'est bon. un secteur primaire هو الذي ينتج المواد الأولية، secteur secondaire هو الذي يصنع هذه المواد الأولية، secteur tertiaire pour les filières des assurances, des banques, tout ce qui est service bancaire ou en dehors de la carte de l'argent. On a par sa taille, on a la taille qui est la grande entreprise moyenne, petite, ok, toute petite entreprise, toute petite entreprise ou la qui fait مهنايا ارتيزانات، اوكي. من بعد شفنا الكابيتال ديالها، راس المال ديالها، بيبليك بريفي، قلنا كنقولو الكابيتال بيبليك اذا كان نص فيه او اكثر ياك ديال ليطا دولة، سي بون. لو ستاتيو جوريديك يعني الحدود ديال هذيك الشركة، الحدود ديالها يعني يسمح لها بكذا ولا يسمح لها بكذا، يعني حتى نقولو القانونية أو لا المستطيل، يعني نقولو ليه القانون الذي يعني هذا كيختاروه الناس الشركاء ديال الشركة في الأول، واش بغاو الشركة تكون هاد النوع ولا هاد النوع ولا هاد النوع النوع. تمام. maintenant il nous reste une petite partie pour terminer le cours.
احنا ده بصمة هنا في بصمة فيتا structure des entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire le شكل ديالها او النمط ديالها او الطريقة التركيبية ديالها من الداخل. Toutes les entreprises n'ont pas la même structure de fonctionnement. Nombre de salariés, nombre d'usines, type de production. Voilà. Et c'est très très logique. Mais chez les entreprises, la structure. Voilà. Définition. Organigramme, c'est quoi? C'est une architecture. C'est un système de présentation hiérarchisé ayant pour but de mettre en évidence les relations entre les services et les personnes. L'organigramme, ou de la présentation hiérarchisée, et en effet, لحقاش في لا هيراركشي شنو كاين؟ كاينين لي غولاسيون فيرتيكو وكاين لي غولاسيون هوريزونتو، علاقات العمودية والعلاقات الأفقية. أفقيا يعني شي واحد بحالك بحالو في لو كغاد، ياك؟ وعموديا إما واحد فوق منك عنده سلطة عليك، ولا واحد تحت منك أنت اللي عندك عليه سلطة. الأورغانيغرام بحال هكا هاد الشكل هذا فونكسيون رول ا اكومبلير او سان دو سي كوا اون فونكسيون سي تان رول نيم المهمة والطور المهمة هي الطور رول ا اكومبلير او سان دو لونتربريز لا فونكسيون فينونسيير او كوميرسيال دو برودكسيون غير هنا كاين واحد التعريف اللي هو اكثر تقنيا اوكي عندنا لو رول وعندنا لو فونكسيونمون او لا فونكسيون لا فونكسيون توجور كونتيان بليزيور رول او بليزيور بيت باغ اكزومبل كنقولو بغينا ان شيف ديال واحد السيرفيس اكس ياك خاصنا نديرو اعلان ديال المباراة ولا شي حاجة ولكن في لا فونكسيون ديالو كنقولو راه بغينا راه في لا فونكسيون راه بغينا يدير لنا هاد المسائل هادو وكنذكرو بزاف د الحوايج كيقوم بهم هاد شاف سيرفيس حنايا طالبينو في الاعلان ولكن فاش كنقول لو رول كنقول واحد الحاجة نقول لو رول هو شيف سيرفيس كذا 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 صافي وكنحبسو ولكن فونكسيون باش تعطيها كدير فيها لي ديتاي ديال هداك لو رول الكبير هنا بار اكزومبل عطينا اكزومبل ديال اورغانيغرام ديال واحد entreprise ou كل حاجة عطيها la fonction ديالها la direction générale الإدارات العامة شنو هما la fonction ديالها المهام fixe les objectifs et atteindre et contrôle leur réalisation fixe les objectifs à atteindre et contrôle leur réalisation يحدد الأهداف التي يجب الوصول إليها هيك ويراقب يك تحقيق ذلك واش تحقق ولا لا او ما نسبه تحقيق تلك الاهداف كوردون لي زاكتيفيتي دي برينسيبو سيرفيس هو الذي يوفق بين انشطه هذوك المكاتب اللي تحت منه سيرفيس ادمنستراتيف سيرفيس كوميرسيال سيرفيس كذا gestion administrative de l'entreprise ou de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre de l'équilibre
Les services, il y a quatre services, maintenant. Service commercial, مكتب كبير وسط منه مكاتب صغرى خاص بالتسكي كوميرسيال تجاري، سيرفيس أدمينستراتيف إداري خدمات إدارية، سيرفيس دشا خدمات الشراء والبيع بطبيعة الحال لحقاش ما كيتفرقوش، وسيرفيس دو بروديكسيون هو خدمة الإنتاج، هذه غالبا غتكون في اللوزين. سيرفيس كوميرسيال شنو هما المهام ديالو؟ ماركتينغ ابورت اي كري لو بوزوا دو كليون، يعني هنا هو هادو هما اصحاب القوال، هما هادو اش كيديرو هادو؟ هادو اللي كيخلقوا الاحتياج ديالك لهداك لو برودوي ديال هاد الشركة هادي. يعني عندك واحد لو برودوي كدير بيه شي حاجة، مثلا برودوي عندك انت في الدار، برودوي ديال الغسيل ديال المواعن بار اكزومبل، ياك عندك ديجا وتستعمله لمدة سنوات. هادو اش غادي يديرو؟ كيحاولوا انه يخلقوا لك واحد الاحتياج للمنتوج ديالهم هما، باش يعني اللي بسببه غادي تخلى انت لهذاك المنتوج اللي كنتي كتستعمل سنوات كيطمعوك مثلا، يقدروا كاع دابا كل شخص وكيف يؤثر عليه، كل شخص وكيف يؤثر عليه، هما يركزون على نقاط الضعف اللي هي عامة عند الناس، مثلا الثمن، مثلا الثمن أقل ثمن وأعلى جودة في حاجة حلقة. ولا مثلا حاجة عندها علاقة بالبرستيج بالبروفيل، راك انت اذا كتستعمل المنتوج ديالنا راك انسان راقي وانسان متحضر، حاجة بحال هكا. بون هادي كاين الناس اللي عندهم التخصص ديال هادشي، ناس خاطرين، ناس واعي. لافونت اوكي بروسبكت اي اسيور لي فونت، يعني كيتابعو هادوك المبيعات ديالك. سيرفيس ادمينستراتيف كاين دو كونتابيليتي، الفلوس و البشر. لا كونتابيليتي انغوليستر لي دوكيمون كونتابل، شيك، فاكتور، افكتيف دو سوزي دو لا تريزوري، هادو هما لي كيسيرو الفلوس ديال الشركة، الداخلة الخارجة، كلشي. اوكي وكيشوفوا المداخل والمصاريف والأرباح كل شيء، هادو هما اللي كيعطوا كيف نقولوا الملخص على ما وصلت إليه الشركة، علاش؟ لأنه هذا هو الهدف من الشركة، هو الربح. وتسكي بيرسونال كيف ما قلت البشر، ياك هو كيجيري الناس ديغاش ديريكسيون دي ريسورس هيمين او لا ار ار اش او ريسبونسابل دي ريسورس هيمين. هنا في كاين عندنا سيرفيس باشا، كاين سيرفيس كوموند و ماجازا. سيرفيس دو كوموند هادو هما لي كيكوموندي او لي كيتحكمو في المواد الاولية اللي كيبغيوها في صناعة هداك البرودوي. باريزون سي بون magasin qui gère le stock de production, approvisionne les ateliers en matières premières, et qui commande des chiffres, qui fait les ateliers qui indiquent les services de production ou les services à l'intérieur, qui est le service conception. Okay. Définit et met en place les moyens de production et les méthodes de travail. Il est le cas de la vie.
nouvelles méthodes, ou là, de nouvelles qualités, ou là, l'atelier ou l'usine fabrique les produits de l'entreprise selon les méthodes définies au bureau de conception. Elle la conception de la comment faire ou la le produit. La conception. Conception ou le mot qui bon. Ou les inspecteurs ou les chefs ou les ingénieurs les qui يعني تستجيب لهذيك المعايير اللي حطوا عليهم هادو. المهم سي كوم سا، هذا المخطط هذا كنسميه اورغانيغرام. فوالا فوالا لونفيرونمون دو لونتربريز كيكون عندي دي فورنيسور كيعطيو يقدروا ياخدوا اون ميم طون هما اللي كيفورنيو l'entreprise, mais c'est un qui a pas un mot d'avoir, par exemple, qui a tout, les flous, par exemple. C'est bon. Chérie, que tu as une main des banques, voilà, que tu as une main de la banque, que tu as une main de la banque, le corps est là, et parce que tu as une carte, ou là, que tu as une flous de la banque, ou là, ou qui tire une flous de la banque, l'administration, qui est une chérie, que tu as une dachel, هذاك نقصدو بحالها برا انه الشركة تتعامل بأوراق قانونية ياك مع البلد اللي هي فيه وتتعامل مع الإدارات اللي هي عندها العلاقة بالمجال ديال الشغل ديالها. هنا كتعامل مع لو كليون، كتبيع ليه منتوج، كتعرض عليه خدمات، كذا كذا، من الكليون كيخلصها، كيسولها، كيطرح الأسئلة، كيطرح شكايات، كوميرس تجارة، كونسا، لي ميناج، تاهوما، غادي نشوفوهم دابا، لي فورنيسور، هذا بعدا كلو سي تان أورغانيغرام تاهو، لي فورنيسور، لونتربريز أ بوزوان دو لا ماتيار بخومييغ، المواد الأولية، الشركة خاصها المواد الأولية. Qu'elle se procure auprès de ses fournisseurs. Les fournisseurs elle fait parfois réaliser tout ou partie de sa production des sous-traitants. Les fournisseurs عنده واحد نسبة من هداك الشيء اللي كيخصها باش تقاد لينا هداك البرودوي فينا. إلا بوزوان إيكالمون دي بريستاتير دو سيرفيس، يعني خاصها ترونسبور، خاصها كدا. كاين من الشركات اللي كيعتمدو في ترونسبور ديالهم على شركات أخرى ديال الترونسبور، وكاين اللي عندهم ترونسبور ديالهم هما. Il y a des assurances qui sont utilisées. Les banques pour financer son fonctionnement. Et il y a la banque qui est la banque. L'administration est tout là. L'État et les communes, jamais à le balayer. Les clients, classe, etc. La concurrence, nous l'avons fait ça. Les entreprises qui ont la même activité sont des concurrents dont l'entreprise doit tenir compte. Voilà. Et les dernières marchandes, toi, tu vas chez les chez les qui nous les chez les
المنافسة هذه باش تشوف نقاط القوة ونقاط الضعف عند المنافسين ديالها، باش كتلعب على هذوك النقاط ديال الضعف، اوكي، باش يكون عندها هي نقاط قوة، وكتشوف نقاط القوة ديالهم باش تحاول هذيك نقاط القوة تكون عندها حتى هي، وتكون زايدة عليهم في الجودة ديال هذيك نقاط القوة. سي كوم سا لي شوز. شكرا لكم بزاف، وكنظن راه دابا هاد الدرس يعني هو ملخص بعد دابا جوج ديال الحصص اللي دوزنا فيه. كان الحصة الأولى دازت السبت الماضي، غادي تلقاوها يعني في أسفل الصفحة، وكاينة هاد الحصة الثانية. شكرا لكم بزاف.